أوكرانيا تجري مناورات عسكرية قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. الجيش الأوكراني أكد إجراء هذه المناورات يومي الخميس والجمعة على ترابه الوطني. تدريبات استنكرها الجانب الروسي الذي قال إنها تنتهك القانون الدولي ويمكنها أن تؤدي إلى تدهور ظروف الرحلات الجوية الدولية فوق الأراضي الروسية أو في المناطق المجاورة.